يعني اللي حاول ولكنه لم يستطع، لم يطاوعه لسانه، ما عنده قدرة، لم يتعلم، فله أجران، أجر القراءة وأجر التعلم. إذن نحن نريد أن نرتقي بالقرآن، نرتقي بالجيل، نرتقي بأنفسنا، فلا ارتقاء ولا رقي ولا تقدم إلا بالقرآن، إلا بالقرآن علما وعملا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لكنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نحفظها، بعد ما نحفظها ونعمل بها. فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. كتاب الله، كتاب الله يهديني، كتاب الله أحياني وأسعدني بإيماني، به مولاي ناداني بطه وبياسين. كتاب الله أحياني وأسعدني بإيماني، به مولاي ناداني بطه وبياسين، بطه وبياسين. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله يهديني، كتاب الله أحياني وأسعدني بإيماني، به مولاي ناداني بطه وبياسين. كتاب الله، كتاب نبدأ تكريم الحفظ، الحافظ أصيل عبد الله زبور. الحافظ علي بسام زغور. ايضا هؤلاء الحفظ شاركوا بالمسابقه، والمسابقه بالقران هي لحال نجاح، وان شاء الله نصيبهم بالمرات الجايه باذن الله. الحافظ عبد الله ضياء اسمادي. الحافظ محمد أسامة مزبور. الحافظ محمد أحمد إسمالي. الآن إن شاء الله نبدأ بتكريم مشاريع الحفظة إن شاء الله. محمد مشروق إسمالي. إن شاء الله مشاريع بإذن الله قريب إن شاء الله. عبد الرحمن الموفق اسمادي.
مرشدنا الحبيب قائل المستقبل إن شاء الله راشد الذي يزور. مراد هانس مالي. حسين ساك زور. يوسف. خالد عبد الله زور. يامن حسن صغور. ما شاء الله خالد ويامن ما شاء الله شارك المسابقة الهاشمية وصلوا فيها مرحلة نهائية، لكن إن شاء الله خير بالجايات فوز بإذن الله إن شاء الله عليكم. أو سفاد صغور. محمد مصلح زهور. ممتاز مصطفى سيوف. عبد الرحمن رائد زهور. الآن إن شاء الله تكريم لحلقة صغار السن عندنا وما شاء الله عليهم. وسيد فراس السمالي. حسن عبد الله الصمالي. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أول ما نبدأ به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، كما نرحب بمساعد مدير أوقاف محافظة عجلون فضيلة الدكتور عبد الله الشقاح وصحبه الكرام، وكما نشكر فضيلة الشيخ سيد السيوف والشيخ يوسف الصمالي والشيخ عبد العزيز أبو اليمون على استمرارهم في تحفيظ القرآن في هذا المسجد، وكما نترحم على فضيلة الشيخ عثمان الخلفان، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجعله قبره روضة من رياض الجنة. كما حصل معي موقف وأنا صغير تقريبا بالصف السادس، أبناء عمومتي كانوا يدرسون يتعلموا القرآن، كانوا حافظين كل واحد جزء،
فجيت انا قلت خليني اذهب معهم على المسجد واشوف كيف يعني صار عندي فضول اني اجي على المسجد بس مش حافظ شيء الا باستقبالنا كان الشيخ عثمان الله يرحمه. فجلسنا بعد صلاة العصر شاف انه انا يعني غريب عن الجلسة اللي بتروح يحفظ القرآن ولو بسألني انت جديد على المركز هون قلت له نعم صحيح جاي مع الدعوة مفتي وقال ماذا تحفظ من القرآن؟ فاحمر لوني يعني ما ادريت شو بدي اجاوبه فقال لي تعال بحدي جلس بحدي جلست بحده اجى قال لي ماذا تحفظ من القرآن؟ قال لي شيء ما نعرف ايش قلت له والله حافظ سورة الفاتحة. فكان يعني شعور والله بدل يشعر كان حافز لي اني اجي واحفظ القران من او اني اتعلم القران في المركز. ولو طلاب كل يوم مسقف لعلي اسار طول حافظ فاتحه الكتاب. فالحمد لله رب العالمين هذا اللي يعني اللي بده يعلم القران فشوف كيف يجتهد الانسان الله يرحمه ويجعله مثوار جنه. ومشكورين جميعا بس في عبد الله دياب بس الدرع خلينا نكمل عمر ونبارك لفضيلة الشيخ سيف السيوف بحصول ابنه عمر على المركز الثاني على المسابقة الهاشمية وألف مبروك إن شاء الله. الله يجزاه خير يعني.